حياكم الله مشاهدينا في فقرة ضيف فان سبورت لهذا اليوم. راح تكون لي أنا بشرى الحجار، هي مدربة لياقة بدنية وهي بطلة صنعة الإنجاز في ظروف صعبة. ففي العمر اللي تتوقف وتعكف فيه السيدات أو تتوقف عن ممارسة الرياضة، صنعت بطلتنا منا تاريخ البداية لمشوار رياضي مليء بالإنجازات. أيضا راح نتعرف عليها اليوم وعلى كل تفاصيل هذا الموضوع مع مدربة اللياقة البدنية وبطلة الكاراتيه بشرى الحجار. أهلا وسهلا بيش، نورتينا في بان سبورت. أهلا وسهلا بيش عزيزتي، السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني بالبداية ست بشرى، بالبداية أحب أعرف عن نفسي. أكيد حابين نتعرف عليك أكثر. بالي على راسي. أهلا وسهلا بيش ست، معك اللاعبة ومدربة اللياقة البدنية كابتن بشرى عبد الزهرة مهدي الحجار، خريجة دبلوم رياضة وحاليا جاي أدرس همتين بكالوريوس تربية رياضية. حلو. طيب ست بشرى، يعني لو نتحدث عن بدايتك في هذا العالم أكثر، يعني احنا نعرف يمكن قليل جدا نسمع عن مدربات اللياقة البدنية على عكس المدربين اللي دائما تكون أعدادهم فائضة، فخلينا نعرف بدايتك في هذا المجال، كيف دخلتي إليه؟ بلي دخلت طبعا بعد الزواج، طبعا زاد وزني ووصل يعني وزن بعد اثنين اطفال، انجاب اثنين اطفال، طبعا الوزن وصل 120 125 كيلو. حلو. تمام. فتعرضت لمشاكل صحيه وبديت طبعا انزل وزن، يعني خلال 3 اشهر من 125 ل 65. زين، شنو النظام؟ شنو النظام هذا اللي كنتي ماشية عليه؟ أمور غذائية. كل مشاهدين الآن راح يتساءلون عن هذا النظام. صح، قصيت على نفسي. نظام غذائي، الأسبوع أتبع على الفواكه، أسبوع كربوهيدرات، يعني أسبوع الورا بروتينات. بس. وطبعاً كثرة شرب مي. طبعاً بعيداً عن كل شيء اسمه منحفات. نعم. رياضه ونظام غذائي دايت. حلو. تعرفين احنا بعد مجتمع يعني منغلق، فهذا حكي عن قبل 14 سنه. نعم. وانا صار لي تقريبا 14 سنه مدربه لياقه بدنيه. جميل جدا، يعني الرياضه كانت او الدايت كان بالتزامن مع الرياضه اللي كنت تمارسيها يوميا. اكيد طبعا، اكيد اكيد. حلو. طيب خلينا نتحدث عن البدايه، يعني انت قلتي انه انت دخلتي هذا الموضوع نعم من تجربه، من مشكله واجهتيها وحبيتي ان تحليها. بدايتك في هذا العالم، كيف اصبحتي كابتن ومدربه لياقه بدنيه؟ بعد طبعا شهرين من نزول وزني، طبعا فتحت جيمات بالنجف، دخلت جيم الشهر اول شهر 17 كيلو، ثاني شهر 30 كيلو، يعني يوميا كيلو بنزل وزني. بالنسبه للرياضه 4 ساعات رياضه، طبعا العب ساعتين الصبح وساعتين بالليل، وراها الشهر الثالث حماتين بدا طبعا مو بس تنزيل وزن، لا طبعا بالاضافه الى شد الجسم، يعني ماكو اي ترهل الحمد لله. الحمد لله. عن طريق حماتين حديد ولعب، يعني حديد كمال اجسام. بالي. حلو. فوراها يعني نعم طلبوني انه اصير مدربه لياقه بدنيه، بالاضافه انه اني طبعا الرياضه طبعا من هواياتي، مو شلون ما كان يعني من هواياتي الرياضه، لان دبلوم رياضه، انا خريجه دبلوم رياضه مع معلمات صباحي، وحاليا مثل ما قلت لكم انه جاي ادرس بكالوريوس. حلو. تربيه رياضيه. طب احنا نشوف المراه يمكن عاده تبدا بالرياضه واحده. كابتن. نعم، انت اليوم ايضا بالاضافه الى انه انت كابتن، انت ايضا بطله كاراتيه. انا عدة رياضات. نعم، خلينا نتحدث عن هذا الجانب ايضا. بلي بلي. خلال هال 14 سنة طبعا يعني حبيت اطور بعد نروح اكثر، دخلت مجال الكاراتيه بالاضافة الى السباحة والى الملاكمة. حتى الملاكمة. طيب ما بين كل هذه المجالات الرياضيات المختلفة، ان شاء الله ان شاء الله يا رب، ما بين هذه الرياضات المختلفة سواء كاراتيه، ملاكمة، اللياقة البدنية، وين تحسين نفسك اكثر؟ بلي. كله اساس اللياقه البدنيه. الاساس. نعم. طيب اليوم هل كل الرياضات العفو اللياقه البدنيه يعني. نعم. طب لو تحدثنا عنك على الصعيد الشخصي عن المدربه، هل تختلف عن اللاعبه اللي كانت تتمرن، او هذه القسوه يمكن تحاول توظفها في انه تساعد الاشخاص اللي حواليها يوصلون الى اهدافهم؟ اكيد
اكيد انت مثل ما تعرفين انه يجونا احنا بعد انا المعاناه طبعا اللي عانيتها بنزول الوزن ونزلت وزن وصلت الوزن اللي اريده وكابتن صرت الحمد لله والشكر، يجوني اوزان يعني 160 و120 يعني كلش عاليه، احفزهم لان انا عايشه معاناتهم، هاي المعاناه كلها انا عايشتها، فمن اراويهم الصوره قبل وبعد يتفاجئون. انا طبعا ما دزيتكم الصوره قبل لان اخاف عليكم. تمام. ان شاء الله على المره الجايه بحيل الله ان شاء الله. اكيد بري. طبعا هذا بحد ذاته انجاز. لا شكر، يجون البنات اراويهم الصوره قبل وبعد يعني صار عندهم حافز طبعا نزول وزن. زين. وطبعا الدكتور اكيد الدكاتره طبعا يقول لهم روحوا نزلوا وزن. زين، بعيدا عن الشفط عن قص المعده، الرياضه يعني هي اساس. نعم، يمكن اني هاي الفكره اللي اتحدث عنها، انه اليوم نشوف اي شخص عنده زياده بالوزن مباشرة يتجه لموضوع قص المعدة لتحويل المسار وهذه الأمور الجراحية. طب أنت شلون تقنعين الناس على أنه هم من خلال الدايت والرياضة راح ينزل وزنهم؟ الدايت والرياضة ومتابعة المدرب الشخصية طبعاً. أنا مشتركاتي يعني مشتركة أتابعها، وما عندي كورس ينكتب، لا الكورس أنا متنقل وياهم، يعني كل مشتركة شنو تمرينها أعطيها اليوم. نعم. طيب لو تحدثنا عن مجال الملاكمه يعني والكاراتيه، هل اليوم بدنا نشوف اكو البنات بتشجعون على هذا المجال؟ هل اكو اشخاص فعلا يقبلون عليه كإناث؟ بلي هو تعرفين انه احنا النجف بشكل عام نقول يعني محافظه. زين، هسه الحمد لله والشكر يعني تطورت هذا الشيء، تطور. زين، كاراتيه طبعا انا حاصله على بطولة أرمينيا طبعا المركز الثاني، وبطولة الكويت المركز الأول. حلو. بالكاراتية. وحاليا جاي استعد يعني إن شاء الله البطولة الآسيوية بالملاكمة شهر 12. حلو، جميل جدا. طب اليوم لو تحدثنا احنا على المشتركات. نعم تفضلي. يتقبلن هذا الشيء؟ إي. بلي يستقبلون هذا الشيء المشتركات يعني من المدربة، خاصة إلى المدربة يعني تكون شخصية قوية وتحاول يعني تقنع أنه المشتركة أنه تنزل، خاصة من بعد ما أنه تعرف أنه المدربة هي كان وزنها كذا ونزلت لهذا الوزن بثلاث أشهر، يعني مو أكو يعني مدى بعيد، يعني عندي مشتركة دخلت لي وزنها تقريبا 100 ثلاث أشهر ضبط صار وزنها 59. واو، يعني خسرت تقريبا نص. بدون اي ترحلات، نظام غذائي ورياضه فقط. بالضبط. ومع العلم انه الطول احنا متفقين الطول ناقص الوزن، يعني مثلا متر و50 يكون وزنها 50، نضيف لها احنا فت كيلوين ثلاثه لانه متزوجه وحابله يعني واولاد عندها. زين. ف بهالمضمار احنا يعني نوصلها الوزن تريده، نفس الوقت نثبت لها الوزن. يعني بعد ما تترك الرياضه ما نخليها انه يزود وزنها. نعم. طب هل ممكن تفكرين انت تنفذ وهذا كله بعيدا عن شيء يعني اسمه؟ نعم تفضلي. حوارق. حلو. بلي. يمكن هاي نقطه ايضا مهمه جدا تطرقتي لها. طب هل تفكرين ممكن بالمستقبل تنتقلين من كمدربه لياقه بدنيه الى اي مدربه متخصصه بالكاراتيه او حتى الملاكمه؟ ان شاء الله. ممكن. انا عندي شهاده لياقه بدنيه وكمال اجسام. بلي. طيب اليوم وبالاضافه انه مدربتها مكراتي يعني جاي يجونها ماتين الجيم ان شاء الله ونباشر وياهم. حلو. طيب اليوم لو تحدثنا حاليا انا داخلتها طبعا و حلو تفضلي. نعم، يعني كملاكمه وكاراتيه وهذه الاشياء بصراحه يعني هي تشجع جدا كل السيدات اللي يسمعون الان، يمكن يتحفزون ان يشاركون بمثل هيك نشاطات، ولكن اريد اعرف عن واقع هذا الموضوع في النجف الاشرف تحديدا. بلي، تدرين ست احنا تطلب من عندنا هاي السالفه انه كاراتيه ملاكمه. زين، نفس الوقت تنزيل وزن، لياقه تصير عندها، لانه احنا مجتمع معرض لكل شيء خاصه طبعاً. النساء والمراه لها دور بالمجتمع يعني مو بس الرجل طبعا، لان المراه هي تمثل نص المجتمع، فمن حقها انه تمارس الرياضه تهواها يعني تريدها، والحمد لله والشكر يعني احنا جايجونا مشتركات يعني عوائل ومحافظه همات، نفس الوقت انه يجون يزاولون انه الرياضه تخسيس وزن، بالاضافه الى اكو يجون هماتين يردون بنات يعني بعمر 16 17 كمال اجسام ترتيب يعني جسمها تجيني تعبانه عندها خمول الغده الدرقيه من غير يعني التكيس على المبايض، هاي كلها تحلها مشاكل الرياضه.
يعني اكو طرق يعجز عنها الدكتور، دكاتره دكتورات يعجزون عنها، فشو يقولون للمريضه؟ انه روح رياضه، دخل رياضه. ان تبقى هي الحل الاسلم والافضل. السباحه هماتين لها شيء يعني. الرياضه بلي. نعم اكيد، يعني بصراحه ست بشرى احنا سعيدين جدا لوجودك ويانا اليوم، وفخورين مثل ما هذه الطاقات النسائيه اللي تحاول تساعد غيرها وايضا تقدم هذه الخبره اللي اكتسبتيها على مدى 14 عام، فاني سعيده جدا وفخوره بيك وشكرا جزيلا لوجودك ويانا. بلي تسلمي لي، تسلمي لي ستي، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا بيك، نورتينا.